السلام عليكم، معكم منعم الداودي بائع البيض بالجملة وتقصير بمدينة سالة. مرحبا خويا، سولني ما معلوم، هو مشى في رمضان، هو قبل من رمضان واحد 4 شهور ولا اكثر. اي رمضان زاد ارتفع بواحد الشكل اللي هو كبير، ذلك ناتج عن انه كاين تصدير شويه لبرا، وكاين حتى في المغرب كاينه واحد المضاربه بما يعرف من المضاربه، ولا البيع والشريه بزاف، مابقاش لي كونتاكت مع مول الفورم بزاف، ولات واحد التنافسيه، لان كاين واحد العرض وكاين الطلب قليل شويه، كاين الطلب كثير وكاين العرض قليل شويه في المغرب، اللي خلى اننا حنا بعض المرات كنضطروا نشرو من عند البيع والشري، والبيع والشري كيكون شاري عند البيع والشري لان ما كايناش السلعه، هادشي كامل لان كاين التصدير، اللي خلى السوق يرتفع ويرتفع بشكل كبير واثر على المواطن، والمواطن المغربي اللي ولا مضرور بزاف واكل العصا، اللي البيض مابقاش مقتصر على الطبقه العاديه، اللي ولا غالي بزاف، مابقاش كل اي واحد يقدر يشري البيض، ولا فئه قليله اللي كتشري البيض بصراحه. واش غنقول لك، لان كاين الطلب ولكن العرض قليل، يعني العرض اللي كاين قليل ما لاحظناش، لان السلعه ما كايناش بزاف، كاين ديك الوفره اللي تكون عندك السلعه بزاف اللي غتحس بها انه واش كاين طالب ولا لا، حتى السلعه قليله، كون كان طالب ولا العرض كون كان طالب بزاف كون راه البيض دار 2 دراهم، راه شويه ديال البيض اللي كاين مع شويه ديال الطالب باش مشى السوق داير بهاد 150 سنتيم، لان كون كان كتكون شي كوارث كثار كاع، البيض اليوم اخي واصل تقريبا 134 135 في الضيعات، عاد كان في الضيعات عاد كنعاودو حنا عاوتاني كنبيعو هنا على واحد 2 فرانك زايده. هادشي اللي كاين، اش غنقول لك، في الاول كان صعيب، دابا الامور ولات عاديه، الناس ولفات الغلا، الناس اللي كتجي كتقول لك كتوكل امر الله وصافي، هادشي اللي كاين، لان الناس عارفين شنو كاين البيض، الناس اش غنقول لك، الناس الدراوش اخويا مابقاوش كياكلوا البيض، لا يعني البيض لو كياكلوا غير الاغنياء والطبقه الوسطى، وهادشي تقريبا الناس الدرويش مابقاش كتسول في البيض كاع، مابقاش ديك الناس اللي كنلقاو معاهم مساكن مشاكل مابقاوش كيجيو يسولوا، مابقاوش كيجيو عندنا كاع. الامور تبدلات بزاف، كاين المضاربه بزاف، كاين الشناقه، المضاربه هو السبب الرئيسي في المغرب، علاش؟ استغلوا الفرصه، لقاو كاين شويه السلعه تصدير برا، ومن لقاو التصدير كاين ولا واحد شويه ديال البيض كاين في المغرب، دخلوا له الناس تحب الشكاره، فهمتي كيفاش؟ ولا نعطيك واحد المثال، كاينه فيرما مثلا عندها 1 مليون ديال الانتاج، كيجي واحد تيقول لها شوف خلي لي 200000، واحد تيقول لها خلي لي 300000، واحد تيقول لها خلي كتخلي واحد 100000 ديال البيض، هذيك 100000 البيض كتدخل المزايده، انا خصني البيض واحد اخر خصو البيض كنزيدو على ديك 100000 باش ما تبع داك 100 كتحصل البيض كامل طوطال، فهمتي كيفاش؟ لان ولا واحد البيع والشراء في شكل، المهم كاينه المضاربه اخي بزاف. والرساله اللي نوجه للمسؤولين هي زعما حشومه وعيب وعار، كيف زعما كيفاش زعما بلاد بحال بلادنا حنا المغرب عندنا الفلاحه ديالنا وكنتجو البيض راسنا والانتاج ديالنا، واننا نشريو البيض 150 سنتيم، وهذا الشيء ماشي معقول وما يتقبلو حتى شي واحد، هادشي اللي كاين. كون كنا كنستوردو كون كنا كنستوردوه ماشي مشكل، ولكن راه حنا اللي كنصدروا الانتاج ديالنا، حنا ما خصوش الثمن، الثمن غير مقبول بتاتا، هذه رساله موجهه للمسؤولين بانهم يوقفوا يلقاو لنا حل لهادشي هذا. مهمش مهمش وفيه العشوائيه بزاف، لان بيني وبينك كتلقى حتى الثمن فرق كبير ما بين ضيعه وضيعه، وكاين احتكار، احتكار اللي ولاو كيديروه الناس المضاربين فقط، هما اللي مسيطرين على السوق، الناس ما عندهم حتى شي علاقه بالبيع والشراء، وكيجي كيشري البيض ويعاود يبيعو لك انت اللي بياض وحريفي، وانك انت كضطر تزيد واحد 2 سنتيم ولا واحد السنتيم، وهاديك السنتيم ولا جوج على بالك تزاد، تزاد على المواطن المستهلك. ولات القدره انك تشري البيض ولا غالي بزاف؟ بصح البيض غالي دابا اكثر من القياس، ماشي غير البيض، بزاف ديال القطاعات ديال التغذيه غاليين، الا جينا دابا البيض تاخذ بلاطو ب 860 وانه كعامل كيتخلص ب 100 درهم، يعني بلاطو ب 860 ومشيو للمواد الغذائيه الاخرى الخضره الزيت، يعني ما قاداش ما كافياش، يعني ما دايره والو، يعني هذا الشيء هذا راه بزاف، وهذا الشيء هذا شفناه مع هذه الحكومه الجديده ديال اخ النوش، يعني ما كناش كنشوفوه من قبل، هذا الشيء اللي بغينا نعرفوه، واش ان الاحزاب داخله في السياسه ديال التغذيه ولا لا، هذا الشيء اللي بغينا نعرفوه، هذا الشيء بزاف على الشعب. انا اللي بغيت نقول لرئيس الحكومه هو ان هذا الشيء هذا ما عمرنا ما عشناه، واش هذا الشيء اللي بغيت نسوله هو انه كرئيس الحكومه، واش هذا الشيء هذا يعني ناتج على الحروبات اللي كاينه دابا ديال اوكرانيا وروسيا، ولا ناتج كان ولا متدخله فيه الاحزاب ولا شنو؟ هذا الشيء اللي بغينا نعرفوا دابا حنايا، يعني كنعرفوا حنا البلد ديال المغرب بلد غني بالفلاحه ديالو، غني يعني كل شيء موجود الحمد لله، هذا الشيء هذا شفناه مع هذه الحكومه بزاف، عشنا اسعار غاليه بزاف
في جميع القطاعات، ما كنهضرش على القطاع ديال البيض ولا جميع القطاعات، جميع القطاعات فيما مشيتي كتلقى الاسعار غاليه بزاف. واش هادشي داخله فيه السياسه؟ هادشي اللي بغينا نعرفوه.